أسبوع جديد وحلقة مليئة بالأحداث والأخبار. شميشة تدخل القفص الذهبي من جديد. مبارك مسعود. المصمم العالمي روميو بتشكيلة من قلب الصحراء. سمية أقريو في موقف محرج. مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بالفن. عقد قران شميشة الشافعي أشهر مقدمة برامج طبخ بالمغرب تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الخبر الحدث خلال هذا الأسبوع من خلال نشر وتداول عدد من الصور والفيديوهات التي بدت فيها شميشة وزوجها في حفل بسيط اقتصر فيه الحضور على أفراد العائلة والمقربين، وزاد الفضول حول معرفة جنسية العريس وطبيعة عمله، خصوصا وأنه من المعروف عن شميشة أنها تتكتم عن حياتها الخاصة وتخفيها عن الأضواء، إلا أنه وبحسب بعض المصادر المقربة منها فإن زوجها عراقي الجنسية ويعمل بمجال الصيدلة. ومن خلال بعض مقاطع الفيديو ظهرت شميشة وهي تضع نقش الحناء على يديها وعريسها يلبسها المجوهرات التي أهداها إياها. سبق وتزوج شميشة من قبل عندما كانت بعمر 18 سنة ولديها ولدين من زواجها الأول، ولم يسبق لها وأعلنت عن الانفصال. استقرت مؤخرا في دولة الإمارات العربية حيث افتتحت مطعما خاصا هناك أطلقت عليه اسم باب منصور، يختص في تقديم الطبخ المغربي بمختلف أشكاله. بمناسبة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء أهدى المصمم العالمي روميو تشكيلته الجديدة للمرأة الصحراوية، كانت التصاميم المكونة من 54 قطعة من لا أوت كوتور إلى جانب لباس العروس لوحة فنية مبهرة، خصوصا وأن عرض القطع تم على رمال الصحراء بمرزوقة في عرض فريد من نوعه. اعتمد روميو في تشكيلته على أنواع من الأثواب الفاخرة مثل المسلين الشيفون، البروشي، تول، بروكار والمسلين ديغرادي الذي يرمز إلى الزي الصحراوي، كما استلهم التطريزات من الثقافة الصحراوية والتراث الحساني، خصوصا الزربية التي استوحى من رسوماتها تطريزات قفطان العروس، دون أن ينسى صنعة المعلم الحاضرة بقوة والأحجار التي تعطي نعومة للمرأة. التشكيلة تضمنت أيضا قطعا من الإكسسوارات مثل الحقيبة والحزام الذي لا تكتمل أناقة القفطان من دونه، فاستلهم الحزام من الخلالة الصحراوية واعتمد على الفضة المطلية بالذهب، وكأنه بهذه التشكيلة يوجه رسالة أن القفطان يوحد المرأة المغربية من شمال المغرب إلى جنوبه. العرض سبق وتحدث عنه روميو خلال تواجده بدبي، ويعتبر أول عرض يعود به وبقوة بعد ظروف كورونا، واعتمد فيه على عارضات أزياء من إسبانيا وروسيا بالإضافة إلى عارضات من المغرب. بسبب تصريحاتها حول رداءة سيتكومات الرمضانية، أثارت الفنانة سمية أقريو جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية استضافتها في أحد البرامج التلفزية. وتداولت عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر الإنستغرام تصريح أقريو الذي اعتبره الكثيرون بالمستفز، والذي قالت فيه لجة شي حاجة حمضة يقلب تلفازة. وأشارت أيضا إلى كون كرة القدم والسياسة بدورهما يعانيان ذات الخلل وليس سيتكومات لوحدها، كما طلبت من منتقدي رداءة السيتكومات الرمضانية بالمطالعة والقراءة عوض مشاهدة التلفاز. وبسبب هذه التصريحات تعرضت أقريو لموجة من الانتقادات والهجوم من قبل الجمهور وأيضا عدد من اليوتيوبرز الذين عبروا عن استيائهم من تصريحاتها، خصوصا وأنها تصنف ضمن قائمة الفنانين المثقفين بالمغرب. وبس تصريحاتها هاته كأنها تقول للمشاهد المغربي ليس لك الحق في انتقاد الأعمال التي تعرض في القنوات العمومية. فعلق اليوتيوبر أمين العوني وكتب عبر حسابه على الإنستغرام: مع كامل احتراماتي لك، كاينة مساهمة شهرية كتمشي من فاتورة الماء والكهرباء من جيب كل مغربي للإذاعة والتلفزة، ومن حق أي مغربي يعبر ويقول اللي بغى، خصوصا أنها تلفزة عمومية ماشي خاصة. الفنان زكريا الغفوري
عاد ليطل على جمهوره مباشرة بعودته لأول مرة للحفلات بعد سنتين من التوقف بسبب أزمة كورونا، وذلك من خلال سهرة خاصة أحياها بمدينة أكادير يوم السبت الماضي بأحد الفضاءات الخاصة بجامعة التمسية في إطار برنامج النسخة الأولى للمشروع الذي أطلقه مجموعة من شباب مدينة أكادير بعنوان RCT. وقال الغفولي في حديث صحفي أن الحياة الفنية تقتضي أن يمارس الفنان نشاطاته بشكل عادي وتلقائي أمام جمهوره باعتباره يحصل على دعم نفسي يعزز به أداءه الفني من خلال عروض المقدمة في سهرة الحية، ويقوي به مداخله المادية لتمويل برامجه الإبداعية وإنتاج المزيد من الألبومات. إلا أن الأمر صار عكس توقعاته وفشل حفله، حيث لم يحضر السهرة سوى عدد من الصحفيين والفريق المشرف على تنظيم الحفل في غياب كامل للجمهور. ومع ذلك لم يقم الغفولي بإلقاء الحفل، بل قام بالغناء مكتفيا بالحاضرين، فتعرض للسخرية من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا بالقول الغفولي يغني للكراسي والغفولي يطرب نفسه. ورجح البعض سبب هذا الفشل لغلاء سعر التذكرة الذي وصل إلى 500 درهم، وأيضا بسبب بعد المنطقة التي نظم بها الحفل، حيث تبعد بحوالي 24 كيلومتر عن مدينة أكادير. بعد نجاحها في عالم الفن والغناء، الفنانة نجاة الرجبي تقتحم عالم التنشيط التلفزي وتطل على جمهورها خلال شهر رمضان من خلال برنامج أسبوعي حواري فني تستضيف فيه عدد من الفنانين والإعلاميين والمؤثرين من مختلف الميادين. البرنامج يحمل عنوان ليالينا، وفي كل حلقة تستقبل ضيفين تطرح عليهما أسئلة متنوعة، وسوف تستضيف في أولى حلقاته الفنانين كوثر البراني ورضوان الأسمر. وبمجرد انتشار الخبر بادر عدد كبير من جمهورها بالتهنئة، خصوصا وأنهم يعتبرونها بالفنانة الراقية. أما بخصوص جديدها الفني فهي تعمل حاليا على أغنيتين، واحدة باللهجة المصرية والأخرى بالمغربية، وتستعد لطرحهما قريبا. الفنانة سناء فاضل تطرح أول كليب لها في مسيرتها الفنية بعنوان ماشي أنا، وقد أطلقته رسميا عبر مجموعة من المنصات والقنوات. تم العمل على هذه الأغنية بتعاون مغربي إيراني ومصري، حيث تم تصوير فيديو الكليب بمدينة مراكش، أما المونتاج فقد تم بمصر تحت إشراف المخرجة والمنتجة المصرية أميرة مشهور، بينما التوزيع فهو للإيراني بيمان فروتان، والأغنية من كلمات وألحان يحيى رقاد. أغنية ماشي أنا هي الأولى على شكل فيديو كليب في مسيرة الفنانة سناء فاضل، التي سبق وأصدرت مجموعة من الأغاني من كلمات وألحانها في بداية الألفينيات قبل تفرغها للدراسة وللمسيرة المهنية في مجال السينما كمهندسة صوت، حيث حصلت على ماستر في هندسة الصوت من المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش في دفعتها الأولى، كما قدمت أهم مهرجانات السينما بالمغرب، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. أما في مجال الموسيقى فهي خريجت معهد الموسيقى والغناء والرقص والفن المسرحي بالدار البيضاء، تخصص سولفيج وآلة البيان، وشاركت أيضا كعازفة أورج في عدة سهرات ومهرجانات مع عدة فرق موسيقية. وقبل ذلك كله سبق ودخلت عالم التلفزيون في طفولتها من خلال مشاركتها في تنشيط عدة برامج للأطفال كبرنامج القناة الصغيرة وبرنامج سنابيل. قبل ما نكملوا أخبارنا، غادي نقوموا بجولة في إنستغرام ونكتشفوا آخر بوستات المشاهير. على إثر إصابته التي حالت دون إكماله المقابلة، طمأن حارس المنتخب الوطني ياسين بونو الجمهور على حالته الصحية. شارك أشرف حكيمي متابعيه بصورة علق عليها إلى المونديال، هذا ما تستحقونه. تعرضت اليوتيوبر صفاء الحيان لموجة من الانتقادات بعد نشرها صورة إثر تكريمها سفيرة النوايا الحسنة من طرف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بأكادير، لكن ما أثار غضب الكثيرين هي الشهادة التقديرية التي تضمنت لقب الدكتورة مع اسمها، خصوصا وأن مستواها الدراسي لم يتعدى الثانوي. الفنانة أصالة نصري طرحت فيديو كليب أغنيتها الأخيرة أمانة مان على قناتها على اليوتيوب، وهي الأغنية التي أهدتها
لابنتها الشام الذهبي في يوم زفافها، ووثق الفيديو مشاهد حقيقية من حفل زفاف ابنة أصالة بحضور أشقائها خالد والتوأم علي وأدم وأيضا والدها أيمن الذهبي، وعدد كبير من النجوم كذلك يظهر في الفيديو تواجد زوج أصالة فائق حسن. وخلال الحفل كشفت أصالة عن موقف طريف حدث مع زوج ابنتها في فترة طفولته بعد أن طلب منها التقاط صورة وهو يبلغ 9 سنوات في أحد حفلاتها، وقالت من كم سنة فاتوا كان في طفل عمره 9 سنين طلب يتصور معايا ولا عرفت أن هذا الطفل سيكون شريك ابنتي في حياتها. وقد شارك مجموعة من نجوم الفن في الاحتفال مع أصالة منهم إليسا، رامي عياش، تامر حسني وغيرهم. الفنانة نسرين طافش ما تزال تواصل مشاهدها في مسلسل جوقة عزيزة والذي يبدأ عرضه خلال موسم رمضان لهذا العام، ونشرت البوستر الدعائي عبر حسابها على الإنستغرام وعلقت عليه أيام قليلة وتبدأ الحكاية ملكة المسرح عزيزة خانم. وتدور أحداث مسلسل جوقة عزيزة في إطار تاريخي حول حقبة الانتداب الفرنسي في سوريا وقصة حياة الراقصة السورية عزيزة التي يغرم بها كولونيل فرنسي. واحتفلت بعيد ميلادها خلال تصوير المسلسل مع فريق العمل وكتبت كانت أحلى مفاجأة بعيد ميلادي مع أصدقائي فريق عمل مسلسل جوقة عزيزة، محظوظة إني محاطة بناس راقيين ومحبين ومبدعين، شكرا من القلب. يذكر أن الفنانة نسرين طافش انتهت من تصوير فيلم في القلب وسوف يتم عرضه قريبا بدور العرض، وتشارك دور البطولة في الفيلم مع نخبة كبيرة من النجوم منهم الفنانة سوسن بدر والفنانة هالة فاخر، ومؤخرا شاركت في مسرحية كازانوفا والتي تم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض. وشارك في بطولتها عدد من نجوم الفن من بينهم حسن الرداد وذلك في بوليفارد الرياض بالسعودية. الممثل باسل الزارو أثار الجدل إثر ظهوره الأخير رفقة النجمة التركية مريم أوزورلي بعدما أطل سويا على السجادة الحمراء بحفل أقيم بدبي لتكريم عدد من الشخصيات المؤثرة عالميا. وانتشرت العديد من الشائعات حول ارتباط باسل الزارو ومريم أوزورلي المعروفة بشخصية السلطانة هيام في المسلسل التركي الشهير حريم السلطان. وفي مقابلة إعلامية تحدث كل من باسل ومريم أوزورلي عن حقيقة علاقتهما لأول مرة بعد تداول شائعات ارتباطهما، وأكد على أنهما مجرد صديقين وتقابلا في دبي بعد غياب طويل، وظهر سويا على السجادة الحمراء لالتقاط الصور التذكارية فقط. وبخصوص جديده الفني كشف باسل أنه كان من المفترض أن يطل بمسلسل عالمي من 3 أجزاء وبفيلم عالمي قصير، لكن العملين توقفا بسبب أزمة كورونا منذ عامين، وأنه كان قد انتقل للعيش في أمريكا قبل أزمة كورونا بعد أن استطاع إصدار كل الأوراق القانونية التي تسمح له بالعمل هناك، ولكن فضل العودة إلى مصر مع إعلان أمريكا عن الإقفال وتوقف الإنتاج بسبب كورونا. كما أكد أنه ليس مستعجلا على لعب دور البطولة المطلقة بأعماله، وأنه تم ترشيحه منذ سنوات للعب دور البطولة إلى جانب سيرين عبد النور، لكنه فضل الاعتذار لأنه لا يزال في بدايته. كما أعرب عن حبه لأدوار الأكشن ومنها ما قدمه في مسلسل النهاية منذ عامين، مشيرا إلى أنه فخور بالاحترافية التي قدمها صناع العمل والذي يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي. في محاولة لتشويق الجمهور لتجربته الجديدة، نشر رامي الجلال عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك ملصق دعائي غامض للبرنامج الجديد الذي سوف يقدمه خلال هذه الأيام، وأرفقه بتعليق قال فيه بسم الله توكلنا على الله وربنا يتمها على خير وربنا يكمل بالستر قريبا في رمضان 2022. وحمل الملصق الدعائي قدرا كبيرا من الغموض، حيث ظهر رامز بلون شعر أخضر ويقف ظهره ويمسك بيده فانوس رمضان في إشارة للشهر الكريم. كما ظهر بالملصق مساحة من الدخان واللهب من حوله. ومن المقرر أن يستضيف مجموعة من الفنانين والرياضيين مثل الفنانة غادة عادل وبدر بنون وعمر وسوليا ثنائي النادي الأهلي والفنان محمد أنور والنجمة سينيتا خليفة، بالإضافة إلى شخصيات العامة والرياضيين الذين تصدروا ترند طوال العام بأحداث مختلفة. وسينضم
إلى قائمة ضحايا رامز خلال هذا العام، ومن المقرر أن يدعى برنامج رامز موفي ستار في نفس الموعد الذي كان يدعى فيه مقلب رامز جلال بالأعوام السابقة، والجمهور يترقب بشغف شديد في مصر والعالم العربي مقلب رامز جلال لهذا الموسم. نكمل أخبارنا مع الكويك نيوز ونرجعوا. على إثر فوز المنتخب المغربي على منتخب الكونغو الديمقراطي وتأهله رسميا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 والتي ستقام في قطر، عبر عدد كبير من مشاهير الوسط الفني والسوشيال ميديا عن فرحتهم بهذا الفوز، سواء عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو مباشرة من الملعب حيث حضروا لمساندة الفريق، وكان من بينهم الفنانة أسماء المنهور التي شاركت تابعيها صورة لها أثناء حضورها المباراة مرفوقة بإيموجي الأسد والعلم المغربي، بينما عبر الفنان سعد المجرد عن فرحته بصورة له وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني معلقا هنيئا لفريقنا الوطني بالتأهل لنهائيات كأس العالم. أما الفنان دوزي فشارك متابعيه مقطع فيديو من أغنية أنا مغربي مرفوقة بصورة للمنتخب المغربي وعلق عليها مبروك علينا، والفنان زهير البهاوي شارك صورة من الملعب وعلق عليها مبروك علينا التأهل للمونديال وكنبغيك بلادي، كما هنأ المنتخب التونسي بتأهله أيضا. أما الفنان زكريا الغفولي فنشر على حسابه بالإنستغرام صورة له مرفوقة بتعليق كتب فيه ديما مغرب، هنيئا لمنتخبنا التأهل. في منشور على الإنستغرام أعلنت إيلاريا بالدوين زوجة أليك بالدوين عن حملها بطفلهما السابع من خلال مقطع فيديو لها مع أليك بالدوين وأطفالهما الستة، وكتبت في التعليق عليه: بعد العديد من اللحظات الجيدة والسيئة خلال السنوات القليلة الماضية لدينا لحظة مثيرة ومفاجأة كبيرة، يأتي طفل آخر هذا الخريف، كنا على يقين أن عائلتنا مكتملة ونحن سعداء للغاية بهذه المفاجأة. وأضافت: أشارككم في هذه اللحظات التي أخبرنا فيها الأطفال، وكما ترون فهم متحمسون للغاية إذ يعتبر مولودنا الجديد نقطة مضيئة في حياتنا. وتأكيدا منه على هذا الخبر أعاد أليك بالدوين مشاركة المنشور عبر حسابه على الإنستغرام أيضا: يأتي إعلان زوجين عن طفلهما الجديد بعد 5 أشهر من حادث إطلاق النار لأليك الذي أسفر عن مقتل المصورة السينمائية ألينا أتشينز. وبشأن آخر المستجدات حول الحادث، فقد رفعت عائلة المصورة دعوى قضائية ضد أليك حيث زعموا أنه رفض التحقق من سلامة السلاح أثناء التصوير، وأنه لم يكن يستخدم الطلقات الباردة أو أي نوع آخر من الذخيرة الوهمية. أليك بالدوين هو أب أيضا لابنة تدعى إيرلاند تبلغ من العمر 26 عام من زوجته السابقة كيم باسنجر. على قناتها على اليوتيوب شاركت بيلي إيليش متابعيها لحظة أداء أغنية No Time To Die في حفل الأوسكار والذي فازت من خلاله بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية. وقام النجم رامي مالك وهو أحد الأبطال المشاركين في فيلم جيمس بوند No Time To Die بتقديم فقرة بيلي إيليش قبل صعودها على المسرح مع أخيها فينياس الذي قام بالعزف بينما قامت هي بأداء الأغنية التي تفاعل معها المتواجدون في الحفل، وانتهت بتصفيق من الجميع. كما شاركت متابعيها أيضا لحظة إعلان فوزها بالأوسكار حيث نشرت عبر حسابها بالإنستغرام مقطع فيديو أثناء إعلان اسمها بالفوز بالجائزة، وظهر رد فعلها مرحا وعفويا حيث بدت متفاجئة كثيرا بتلك اللحظة، ووجهت الشكر لأكاديمية الأوسكار والشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند ومخرجه كاري فوكاناغا والنجم دانيال كريج، كما وجه أخيها فينياس الشكر لوالديه موضحا أنهما كان داعمين لهما كثيرا. حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته 94 والذي أقيم على مسرح دولبي بلوس أنجلوس والذي حظي بتغطية ومتابعة إعلامية عالمية، حيث تم تكريم أبرز الأعمال التي عرضت العام الماضي بالإضافة إلى تكريم نخبة من أبرز نجوم هوليوود. وجاءت قائمة جوائز الأوسكار كالآتي: نال فيلم كودا 3 جوائز أوسكار، أوسكار أفضل فيلم، أوسكار أفضل ممثل مساعد
الجميل تروي كوستر وأوسكار أفضل سيناريو مقتبس، بينما حصل النجم ويل سميث على أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم الملك ريتشارد، ونالت جيسيكا شوستر أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم The Eyes of Tammy Faye، وأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عاد لإريانا ديفيز عن فيلم West Side Story. أوسكار أفضل إخراج كان لجين كامبل عن فيلم The Power of the Dog، بينما أفضل فيلم رسوم متحركة كان لإلكانتو، وأفضل سيناريو أصلي فيلم بيلفاست، بينما أفضل فيلم وثائقي قصير فكان The Queen of Basketball، أفضل فيلم وثائقي طويل Summer of Soul، وأفضل أغنية أصلية No Time to Die، بينما حصل فيلم جون حصة الأسد حيث فاز بأفضل صوت وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل تصميم إنتاج وأفضل تصوير سينمائي وكذلك أفضل مونتاج، بينما فاز فيلم كرولا بأفضل تصميم أزياء. إلا أن الحدث الأبرز في حفل الأوسكار لهذا العام كان الصفعة التي وجهها ويل سميث على المباشر للكوميدي كريس، وللمزيد من التفاصيل نبقى مع هذا التقرير. في مشهد صدم الحضور خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، والذي من المعروف عنه أنه حفل في كل تفاصيله مبني على بروتوكول مهرجانات العالمية من حسن التصرف والإتيكات والكلمات المختارة بعناية فائقة، اعتدى يوم الأحد الماضي الممثل الأمريكي ويل سميث على الكوميدي كريس روك مقدم الحفل، والذي سخر من جادا بينكت سميث زوجة ويل سميث بسبب رأسها الأصلع رغم علمه بأنها مصابة بداء الثعلبة، المرض الذي سبق وأعلنت عنه في شهر ديسمبر الماضي من خلال فيديو نشرته على صفحتها بالإنستغرام. قالت فيه بأنها قررت أن تصبح صديقة لمرض الثعلبة وأن تتعايش معه، فحلقت شعر رأسها بالكامل وأعلنت بنفسها عن الأمر حتى لا يتساءل جمهورها عن السبب. وفي مقطع الفيديو الذي وثق للصفعة والذي تم تداوله بشكل كبير، يظهر روك وهو يقدم عرض فكاهي قال فيه أنه يتمنى أن يرى جادا في الجزء الثاني من فيلم جي آي جين، وهو فيلم أمريكي عن جندية تسعى للانضمام لفرقة خاصة في الجيش وتحلق شعر رأسها خلال أحداث الفيلم، فيظهر أن ويل سميث قد ابتسم للحظات قبل أن ينتبه إلى زوجته التي كانت شديدة الغضب، خصوصا وأنها سبق وتعرضت للسخرية من قبل روك عام 2016 حيث أعلنت مقاطعتها حفل الأوسكار متهمة الأكاديمية آنذاك بتجاهل الأقليات، فرد عليها روك عند تقديمه الحفل وقال خلال كلمته: لا يمكنك مقاطعة حدث لم تتم دعوتك له أصلا. فما كان من سميث إلا أن خرج من مقعده وصفع روك على وجهه وسط ضحك الحضور الذين ظنوا أن الأمر كله دعابة متفق عليها، ليتضح أن الأمر حقيقي وجاد حينما عاد سميث إلى مقعده وبدأ في توجيه الشتائم والكلام النبي إلى روك الذي استقبل الصفعة بهدوء تام ولم يحاول المقاومة أو الرد، وقال ببساطة: هذه كانت أعظم لقطة في تاريخ التلفزيون، قبل أن يكمل وظيفته في تقديم الجوائز. وبعد أقل من ساعة فاز سميث بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم كينغ ريتشارد، وتوجه بعدها باكيا ومعتذرا إلى الأكاديمية وقال: الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة، لكنه لم يتوجه بأي اعتذار شخصي لكريس. خرجت الأكاديمية في بيان لها يوم الاثنين وقالت أنها لا تتسامح مع العنف بأي شكل من أشكاله، وأنها تستنكر أفعال السيد سميث وأنه فتح تحقيق رسمي في الواقعة. وعلى إثر هذا البيان كتب سميث اعتذار رسمي لكريس عبر الإنستغرام، قال فيه: أود أن أعتذر لك علنا، ما فعلته تخطى الحدود وكنت مخطئا، أشعر بالخجل وما قمت به لا يدل على الرجل الذي أريد أن أكونه. بينما قالت شرطة لوس أنجلوس أنه في حال قرر كريس التقدم بشكوى فإن الشرطة ستبقى جاهزة لملء تقرير التحقيق. وتباينت ردود الفعل بعد الحادث، وأعرب الكثير من النجوم عن خيبة أملهم في ويل سميث وأدانوا رد فعله، فيما رجح الكثير من المتابعين أنه ضربه لأن النكتة عميقة. ففي قصة فيلم جي آي جين كانت البطلة أيضا صلعاء
وخانت زوجها مع شاب صغير تماما كما فعلت جادة زوجة سميث في الحقيقة عندما خانته مع صديق ابنهما. وكان رد فعله آنذاك أن خرج بتصريحات قال فيها أنه يتمتع بعلاقة زواج مفتوحة دون خوف من المجتمع. وعلى قول المثل مصائب قوم عند قوم فوائد، فقد ساعدت الصفعة في إنعاش نسب المشاهدة التلفزيونية الخاصة بالحفل، إذ استقطب مساء الأحد أكثر من 15 مليون مشاهد أمريكي، ما يعتبر قفزة مهمة مقارنة باحتفال العام الماضي الذي بلغ عدد مشاهديه أدنى مستوى على الإطلاق. فيلم ساندرا بولوك الجديد لوست سيتي تفوق على فيلم ذا باتمان في شباك التذاكر بنهاية العطلة الأسبوعية الأولى محققا 31 مليون دولار. الفيلم يجمع بين الكوميديا والرومانسية ومشاهد الأكشن، ويقوم ببطولته تشانينغ تاتوم ودانييل رادكليف مع ساندرا بولوك، وسبق وحصل على تقييمات إيجابية من النقاد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغت تكلفته حوالي 68 مليون دولار، وتم تصويره في جمهورية الدومينيكان أثناء انتشار جائحة كورونا. بدأ عرض الفيلم المغربي جرد ملحة ضمن عروض نادي سينما البحر المتوسط، وذلك في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية. وانطلق عرض فيلم جرد ملحة في صالة سينما في السعودية، ويعتبر أول فيلم مغربي يعرض في المملكة العربية السعودية تجاريا. سبق ولقي الفيلم تشجيع عالمي، وذلك بعدما وصفت الصحف الكندية بأنه تجربة ممتعة أخذ. حصل أيضا على جائزتين، وهما جائزة أفضل مخرج في مهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي من مهرجان تورنتو وفيلم تشانل. كما نال الفيلم جولة عرض عالمية مميزة في مهرجانات عالمية، منها مهرجان أبوجا السينمائي في نيجيريا ومهرجان بافالو بالولايات المتحدة الأمريكية. دابا نبقاو مع الإصدارات. أصالة شكرا. أمينوكس لزامي اختك بوردلاين. في ختام هذه الحلقة نتمنى لكم مشاهدينا رمضان كريم، وموعدنا يتجدد بكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة وأخبار جديدة من برنامجكم بالفن.